السلام عليكم. بين فترة وأخرى تبرز إلى السطح تصريحات وتحركات لشخصيات من داخل مكونات النظام السياسي للدولة. أقسمت تلك الشخصيات اليمين الدستورية بالحفاظ على النظام الجمهوري وحماية الدولة ووحدة أراضيها. يقول متابعون إن تلك التصريحات والتحركات تبدو خارج السياق العام لتوجهات النظام السياسي ومشروع الشرعية والمقاومة الشعبية. الدولة الوطنية التي تعرضت للتقويض من قبل أطراف الانقلاب لم تسلم أيضا من أطراف داخل الشرعية تتناغم مع خطاب وتحركات الانقلاب والأجندة الإقليمية التي تقف خلفه بقصد أو بدون قصد، بهدف خلق موجة تقسيم تغذيها أطراف إقليمية سخرت أذرعها العلنية والباطنية لتلك الأجندة التي تقوض أمن اليمن والمنطقة كما يقول مراقبون. تصريحات لا تتفق مع الرؤية السياسية للدولة وللسلطة، والغريب أن تأتي تلك التصريحات من داخل الدولة وليس من خارجها، ومن قبل شخصيات على مستوى رفيع من الحضور ومن المركز الأمني والسياسي للنظام السياسي الجديد، كما أنها تأتي في ظل صمت مريب من قبل مؤسسة الرئاسة اليمنية، ما يجعل أذهان المتابعين أمام تأويلات متعددة مثيرة للقلق، إضافة إلى أنها لا تتفق مع أجندة مشروع استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ذات الإجماع المحلي والإقليمي والدولي. فمن تصريحات مستشار رئيس الجمهورية حيدر العطاس إلى تصريحات محافظ لحج إلى التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء حسين عرب، تتضح الخيوط الرمادية ويتضح الأفق السياسي المتناقض مع أفق السلطة الشرعية التي تقاوم من أجله وتخوض جولات المشاورات تحت لافتة الدولة اليمنية الموحدة. مشاهدينا الكرام، حول دعاة التقسيم من داخل مظلة الشرعية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا أولا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بين الجمهور والجمهورية وبين رجال الدولة والدولة ذاتها يعمل الكل تحت راية واحدة، ولكن لكل طرف أجندة مختلفة. هذا ما تكشف عنه التصريحات المتواردة بين الفترة والأخرى عن رجال أقسموا اليمين الدستورية بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله، وبالمقابل يظهرون بين فترة وأخرى بتصريحات وتحركات على الضد من هذا القسم وعلى ضد من التوجهات العامة للنظام السياسي، بينما هم جزء لا يتجزأ من مكوناته. هذا التناقض يضع أكثر من علامة استفهام عن سر هذا التباين في الخطاب السياسي للشرعية، وخصوصا وهو يصدر في إطار دوائر ذات أهمية سياسية وأمنية. فقبل أسابيع ظهر مستشار الرئيس هادي الدكتور حيدر أبو بكر العطاس في إحدى شاشات التلفزة يقول إن الجنوب سيستعيد دولته خلال الأربع السنوات القادمة كدولة مستقلة. أنا أعتقد نحن استعيدها قبل عشرينات هذا القرن. وضعنا مخططات معمارية، تحدث عن فترة قريبة جدا، إن شاء الله أربع سنوات القادمة لازم يكون الجنوب بمشيئة الله، ولكن هذا يفترض شروط كل الجهود من كل أبناء الجنوب. فيما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يتمنى أن تطول الحرب في الشمال حتى يرتب الوضع في الجنوب، تصريحات تلو أخرى تصدر من رجال الدولة، وكما هو معروف أن ما يصدر عنهم يعبر عن الدولة. يأتي هذا بالتزامن مع إجراءات إقصائية اتخذت بحق مواطن المحافظات الشمالية في محافظة عدن من قبل قوات الحزام الأمني، والتعامل بشكل تعسفي مع ملف جرح المقاومة في تعز وغيرها من القصص المستعصية على الفهم. كثير من المراقبين قالوا إن تلك المواقف والتصريحات التي تطلقها بعض النخب الجنوبية يمضي متسقا مع مصالح المخلوع صالح وشريكه في الانقلاب، ناهيك عن المكاسب السياسية التي يحظى بها المشروع الإيراني في المنطقة من خلال هذه الأصوات. التساؤل الأكثر حضورا الآن عن موقف الدولة إزاء هذه التصريحات، وعلى ماذا تراهن الدولة إذا لم تكن قادرة على توحيد خطابها وعلى العمل بطريقة موحدة لاستعادة الدولة من الانقلابيين، ومن ثم إعادة ترتيب البيت اليمني على أساس ما أفرزته مخرجات الحوار الوطني القائمة على اعتماد نظام الأقاليم وإصلاح النظام السياسي على أسس العدالة والمواطنة المتساوية ودولة القانون.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب العقيد طيار أنيس الفلاحي، رئيس الدائرة السياسية للجالية الجنوبية بالولايات المتحدة من نيويورك، وسيكون معه أيضا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد أنيس. أهلا، مساء الخير، ومساء لك وللمشاهدين الكرام لقناة بلقيس ولضيوفك الكرام في هذه الحلقة. فقط تعديل للاسم، العقيد طيار أنيس المفلحي وليس الفلاحي. شكرا. المفلحي، أهلا بك. إذا يعدل الزملاء اسمك إن شاء الله، العفو منك. بداية أستاذ أنيس، يعني كيف تفسر ظهور مثل هذه التصريحات من فترة لأخرى التي تظهر من رجال هم يعدون من رجال الدولة اليمنية وتحت مظلة الشرعية؟ يعني ربما البعض منها أيضا تعمق الفرز وتدعو إلى التقسيم أيضا. استمعنا لتقريركم قبل دقائق، حيث أن التقرير كان فيه نوع من المبالغة من حيث الطرح الذي ربما استهدف كثير من القيادات الجنوبية، وبالتالي دعينا نعود إلى الواقع الذي يجب أن نتحدث فيه في هذه الحلقة. لا، ابدأ وضح لي أين مكمن المبالغة أستاذ أنيس، أين كانت المبالغة بالضبط؟ ونحن نقلنا تصريحات جاءت على ألسنتهم. يعني في بداية الأمر، بما يخص تصريح اللواء يعني حسين عرب، أنا أعتقد أنه هذا نسب إليه هذا التصريح، وكانت هناك يعني من بعض النشطاء السياسيين يعني جابوا استدلالات في أنه هذا التصريح مفبرك من قبل صحيفة الأمناء ولم يكن له أساس من الصحة، هذا جانب. وأعتقد أنه الناشط السياسي ياسر الصيلاني اعتقد كان هو من يعني اكد يعني عدم صحه هذا الخبر. اما بما يخص الرئيس معالي او رئيس دوله الوزراء السيد حيدر ابو العطاس ومستشار رئيس الدوله حاليا، اعتقد انه يعني هذا الرجل كان يعني يعمل منذ ما بعد سنة 94 وما بعد حرب صيف 94 الظالمة التي اقتحمت فيها قوات علي عبد الله صالح الجنوب، ويعني نتيجة لتراكمات كثيرة جدا. أعتقد أنه السيد حيدر أبو العطاس كان موقفه واضح في الشأن الجنوبي، وكان يتحدث بشكل واضح أنه لابد من إعادة سياقة الوحدة، وأنه الباب الذي دخلنا منه لابد أن نخرج منه، وهذا يعني بأنه الوحدة هي يعني فشل ذريع. لكن أستاذ أنيس، اسمح لي، نحن يعني لسنا بصدد مناقشة مسألة الوحدة أو الانفصال. هذا أمر يحدده، نعم، هذا الأمر يحدده الشعب اليمني، وهي خيارات خاصة به. يعني لسنا الآن لنحدد هل هذا صحيح أم خطأ، أو ولكن مكمن الاستغراب أن تصدر مثل هذه التصريحات تحت مظلة دولة شرعية تنادي بالوحدة الوطنية، ومتفقين في مخرجات مؤتمر الحوار على أن هناك دولة أقاليم وهي دولة وحدة وطنية. عند نقطة تصريحات يعني رئيس الوزراء حسين عرب، لم يصل حتى الآن أي توضيح من خلال رئاسة الوزراء، أو يعني هو نائب رئيس الوزراء، لم يصلنا حتى الآن أي توضيح لعدم ثبوت هذا الكلام من عدمه. حاولنا التواصل معه مرارا وتكرارا اليوم ولكنه لم يرد. فالتصريحات حتى الآن يعني لم ينفيها أحد. تفضل. دعينا نتكلم بما هي يعني بشكل برغماتي ما يخص الواقع في عدن، والضغط الكبير الذي تواجهه مثل هذه القيادات الشرعيه التي هي منتميه للمحافظات الجنوبيه. انا اعتقد انه اللواء حسين عرب هو من الشخصيات الجنوبيه المرقوبه، صحيح انه يعني من ضمن القيادات او من ضمن التشكيله الحكوميه للشرعيه، الا انه يواجه كثير من الضغط الشعبي في محافظات الجنوبيه لتحديد بعض المواقف التي حقيقه اصبحت في ضبابيه للوضع ما يخص الوضع الجنوبي، وبالتالي ربما تكون مثل هذه التصريحات، على الرغم من اني انا متاكد من خلال تواصلاتي انه هذه التصريحات ليست صحيحه وبعيده عن الواقع، ولم يصرح فيها اللواء يعني حسين عرب وزير الداخلية، إلا أنه ربما تكون هناك ضغوطات، لأن الشارع الجنوبي هو من يحكم مثل هذه الأمور في هذه الظروف التي ربما إرادة شعب الجنوب قد يعني أصرت على الهدف التي تسعى له منذ 7/7/2007 في استعادة الدولة، وتريد هل يمكن أن تصل هذه الضغوطات إلى الحاضنة الجنوبية؟ نعم،
نعم، هل يمكن أن تصل هذه الضغوطات إلى أن تجعل وزير الداخلية يصرح بأن تطول الحرب، أنه يتمنى بإطالة الحرب في الشمال حتى يتم ترتيب أوضاع الجنوب؟ يعني أنا أعتقد أنه مسألة إطالة الحرب ليست بيد السيد اللواء حسين عرب، يعني دعونا من المحاباة السياسية في هذه الأمور والطرح الذي ربما يخرج عن يعني حتى أدبيات العمل السياسي. أنا أقصد أنه اللواء حسين عرب لا يمتلك الحق في إطالة أو يعني إيقاف الحرب. المسألة هي مسألة مرتبطة بقرارات دولية ومجلس الأمن الدولي، وهي 22/16، والتي من خلالها يعني أن تستطيع المجلس الدولي أو مجلس الأمن الدولي وايضا يعني من هم في هذا الشان من دول التحالف في حق يعني والرئيس الشيوعي علي بن ربه منصور في حق ايقاف الحرب او اطالتها. هذا جانب. الجانب الاخر يعني عندما نتكلم عن هذه المساله بانه نحن نتمنى انه الحرب تطال في الشمال، ايضا نحن لسنا مستفيدين في الجنوب في هذه المساله انه تطال المعارك في الشمال، وهذا يضر اليمن لاننا نحن اساسا في الجنوب ايضا، واللواء حسين عرب مرتبطين في الخارطه الجغرافيه اليمنيه، وبالتالي لا يمكن الشأن أو المعارك التي تدار في الشمال وفي الشمال الشمال وفي البوابة الجنوبية تعز وفي مأرب وفي غيرها من المناطق المشتعلة نحن مرتبطين فيها ارتباط كلي، وبالتالي لا يمكن أن نطالب باستمرار الحرب في ظل أيضا تعنت الطرف الآخر، تعنت الانقلابيين في ظل خنوعهم ورضوخهم للقرارات الدولية. وأنتم تعرفون الجنيف الأول وأيضا ما حصل في الكويت كانت هي مفاوضات فاشلة، ولم حقيقة لم يكن هناك وضوح بالنسبة للمبعوث الدولي سيد إسماعيل بن الشيخ في هذا الشأن، ولم يعني يكون هناك تصريح واضح من هو المعرق لهذه الحوار، وبالتالي حسين عرب ليس هو طرف في هذه المسألة في إيقاف الحرب أو عدم إيقاف الحرب. فدعونا من هذه المسألة، لأنه أنا أعتقد أنه الاستهداف القيادات الجنوبية بشكل مباشر هذه المسألة أعتقد أنه نحن نرفضها، والدليل ما حصل يعني نعم ونحن لن نقبل أستاذ نعم نحن لن نقبل استهداف أي شخص خاصة من يمثل الشرعية أستاذ أنيس، يعني نحن لا ليس الهدف هنا أن نتعمد الإساءة لأي شخص لا سمح الله، خاصة ونحن حاولنا التواصل بهم لتوضيح الصورة. أحيانا هناك صحف مغرضة، هذه الصحف يجب إسكاتها إذا أستاذ أنيس، يعني يعني في نهاية الأمر إذا ظهر تصريح يسيء للدولة ولوزير داخليتها يجب إسكات مثل هذه التصريح بتصريح آخر ينفي ما تم الحديث عنه. لا السكوت. سيدتي الفاضلة اسمح لنا، قبل دقائق يعني كان هناك روبرتاج للسيد رئيس الوزراء حيدر أبو العطاس ورئيس ومستشار رئيس الجمهورية، كان روبرتاج مسجل، فهل لديكم ما يثبت على اللواء حسين عرب؟ ودعونا من هذه المحاكاه حتى لا تضيع الحلقه في هذه في 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 هذه في هذه الشأن. نعم اذا اسمح لنا استاذ انيس، نعم اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ شفيع العبد الناشط السياسي من القاهره. مساء الخير استاذ شفيع. مساء النور عليك اختي اسيا وعلى مشاهدي قناه بلقيس وعلى ضيفك الكريم عبر سكايب. اهلا بك استاذ شفيع. لو بدانا بالحديث معك استاذ شفيع عن هذا التباين في الخطاب السياسي لدى المكونات النظام السياسي الجديد في الدوله الشرعيه، كيف تفسره؟ بدايه لابد ان نعي حقيقه واحده، ان الشرعيه ليست مكون واحد او تحمل ايديولوجيا واحده. الشرعيه هي عباره عن تجمع قوى سياسيه متباينه في برامجها في اهدافها في ايديولوجياتها، فبالتالي الشيء الوحيد الذي جمع هذه القوى في هذه المرحله التاريخيه الحاسمه هو مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح التي انقلبت على مشروع الدولة واختطفت الدولة اليمنية بمجملها. لذا حكاية ان ظهور تباينات في بعض التصريحات ربما تكون نوازع ذاتية هي في مجملها لا تخدم الشرعية، هي تتناقض مع الهدف الأساسي للشرعية او حتى مع هدف الأساسي للتحالف العربي الذي جاء من اجل دعم الشرعيه واستعاده الدوله اليمنيه في مواجهه قوى العدوان الداخلي التي انقلبت على قيم واخلاقيات اليمنيين. ايضا الشرعيه هي في مجملها مكون لكل التناقضات التي يحملها الشارع اليمني
هي اجتمعت في لحظة نعم لحظة أنا أتفق معك أستاذ الشفيق في هذه النقطة. نعم ولكن مثل هذه التصريحات هي لا تخدم الشرعية في هدفها الأسمى، وإنما ربما تتقاطع نوعا ما مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. نعم. على اليمنيين في هذه المرحلة بمختلف اتجاهاتهم بمختلف مشاريعهم أن يحملوا الهم الأسمى في هذه المرحلة الذي يتمثل في استعادة الدولة اليمنية، ثم في مظلة الدولة اليمنية هذه يستطيع اليمنيون بعدين أن يتناقشوا في كل القضايا المحل الخلاف. هنا قضية موجودة في الجنوب لا يستطيع أن ينكرها أحد، قضايا كثيرة موجودة هذه ستناقش في مظلة الدولة، لكن أن نظهر مثل هذه التناقضات في هذه المرحلة أن تظهر إلى السطح، هذه في تقديري الشخصي هي تخدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أكثر مما تخدم الشرعية التي نستظل تحت مظلتها في هذه اللحظة التاريخية لاستعادة الدولة اليمنية. نعم وهذا ما كنا نود أن نتحدث عن الفكرة التي كنا نود إيصالها، يعني نحن لا نعيب على الشارع الجنوبي أن يتحدث بالفكرة التي يريدها، ولكن المستغرب أن يتم الحديث عن هذه الأفكار الانقسامية التي كما تفضلت هي لا تفيد إلا ميليشيا المخلوع وصالح، والذي يعني بعض التصريحات التي تحدثت عن وجود القاعدة في الشمال وأن الشمال هو والحديث عن البيضاء هو يلوح بأحقية الحوثي وصالح في محاربة هؤلاء الدواعش الذين يتغنوا بوجودهم. أسألك أستاذ شفيع برأيك يعني لما حتى الآن لم يتم توضيح ما إذا كان مثل هذه التصاريح خرجت من نائب رئيس الوزراء ونفيها، أو يعني هل السكوت نعتبره أنها فعلا حدث مثل هذا الكلام، ولما تقف الدولة يعني صامتة إزاء مثل هذه المواقف المتتالية؟ هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث بهذه اللغة. لن أتحدث عن حادثة معينة، ولكن كل المتواجدين في جسد الشرعية حاليا يفترض بهم أن يحملوا مشروع الدولة. أيضا هناك يحدث تعسفات معينة من قبل الصحفيين في التعاطي مع ما يقال وتأويلا لمصلحة أهدافهم التي يؤمنون بها بعيدا عن ما قاله الشخص. أو أنا هنا لا أدافع عن أحد، لكن يفترض أيضا في مثل هذه القضايا العامة التي تصدر أو تلفق على شخصيات عامة بأن نقول هكذا، يفترض أن يصدر إيضاح مباشر من قبل الشخص المعني، لأنها في النهاية هي إساءة للشخص المعني، هي إساءة أيضا لمشروع الشرعية، هي تضعف توجهات الشرعية من داخلها، أيضا تخلق حالة من الانقسامات داخل الشرعية وليس في الشارع اليمني فحسب. أيضا في هذه المرحلة كل المسؤولين داخل الحكومة اليمنية تحديدا يفترض بهم أن يتعاطوا مع توجهات الحكومة الشرعية. لا ايضا علينا ان نفهم حقيقه واحده دعيني اقولها بصريح العباره، هناك لا. مسؤولين معينين ما زالوا مرتبطين ارتباطات معينه بمصالح ذاتيه تربطهم مع جهات معينه لديهم الرغبه في الحفاظ عليها واستمراريتها او مقابله اطراف معينه لحجز مواطئ قدم لهم في المستقبل. هذا شانهم، لكن يفترض ان لا ياتي هذا على حساب العام في هذه المرحله. العام في هذه المرحله يتطلب وقوف جاد من كل القوى اليمنيه ضد في مواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع، حتى المناطق المحررة حتى اللحظة ما زالت أدوات المخلوع صالح تلعب فيها تعيق مشروع الدولة، تعيق حضور الدولة. فبالتالي مثل هذه التصريحات تخدمها في نهاية الأمر. علينا أن نركز في هذه المرحلة كما أسلفت، المرحلة التي تعتبر مرحلة حاسمة اليوم في انتصارات تحقق في محافظة طائف في جبهات طائف المختلفة، لن نستطيع أن نقضي على ميليشيات الحوثي والمخلوع بمشروعهم السلالي الطائفي، المشروع الذي يقضي على الجمهورية اليمن، على الجمهورية، على مشروع الجمهورية بحد ذاتها. في هذه الحالة علينا أن نلتف حول مشروع الشرعية كما هو بعلاقة. في هذه المرحلة علينا أن نتحمل كثير من الأخطاء. الشرعية ليست ملائكة، لديهم كثير من الأخطاء، لديهم ليسوا بعيدين عن النقد، لكن عليهم أيضا أن يتعاطوا مع تضحيات الناس، أن يحترموا تضحيات الناس في الميدان، الناس الذين يتصدون لميليشيات الحوثي والمخلوع في كل الجبهات بصدور عالية في معظم الجبهات، لا يجدون ما يأكلون، لديهم نقص في العتاد العسكري. علينا أن نفكر في كيفية دعم الجبهات، علينا أن نفكر في كيفية إيجاد الخدمات في المناطق المحررة، علينا أن نفكر في كيفية إيجاد بديل للبنك المركزي التي تسيطر عليه الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ولا نتفرغ في هذه اللحظة لمقابلة هذا الطرف
أو الحفاظ على مصلحة لدى الطرف الآخر على حساب القضية العامة التي نرمي إليها في هذه المرحلة، وهي كيفية استعادة الدولة اليمنية. نعم، ابقى معنا أستاذ شفيع، أعود إليك بعد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ أنيس المفلحي. أستاذ أنيس، يعني يتحدث الأستاذ شفيع أن الشرعية ليست مكون واحد، وإنما هي جميع أو تجمع الكثير من القوى السياسية، وعلى هذه القوى أن تواجه أو تقف وقفة جادة أمام مشروع الحوثي وصالح. ومثل هذه التصريحات أو مثل هذه المواقف لا تخدم سوى المخلوع والحوثي. الانقسام داخل الشرعية يجب ألا تكون الآن، يجب بداية استعادة الدولة ثم الحديث عن أي أمور أخرى. ما رأيك؟ أنا أتفق كثيرا مع مما طرحه الأخ والصديق شفيع العبد فيما يخص أنه الإطار الشرعية في يجب أن يكون الآن متماسك في جسد واحد للهدف الأسمى الذي يجب أن يعمل فيه الجميع، وهو التصدي للانقلابيين وإجبارهم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 22/16. لكن في الحقيقة يعني أحيانا أنا ذكرت أو ما زلت مصر أنه قضية المبالغة في التصريحات هي لا يمكن أن توقف يعني الانقلابيين عن ما عن أهدافهم التي يسعون إليها، لأن أهداف الانقلابيين هي واضحة. أيضا هناك جوانب كثيرة جدا يجب الإشارة إليها، وهي علينا الآن أن نفكر في قضايا مهمة جدا، وهو كما أشار لها الأخ والصديق شفيع العبد فيما يخص دعم الجبهات. هذه مسألة مهمة جدا، أكبر بكثير مما ذكر ما يخص التصريحات، ولكن يعني هناك جبهات بحاجة إلى دعم يعني للمقاتلين، بحاجة إلى دعم لوجستي، بحاجة إلى دعم عمل استخباراتي، بحاجة إلى دعم للطيران لتعزيز هذه الجبهات. هذه الجبهات التي حقيقة أخذت وقت طويل وأعطت المشروعية للتمدد ولإعادة التمركز والتموضع للميليشيات الإنقلابية، فمثلا جبهة مأرب وأيضا جبهة الجوف والجبهة المهمة جدا بالنسبة للوضع العام وهي جبهة الجنوب، وهي جبهة تعز التي بحاجة إلى دعم حقيقي وبحاجة إلى التفاف جماهيري يعني من قبل الأخوان في محافظة تعز، التي هي بالفعل أصبحت محافظة منكوبة وبحاجة إلى دعم حقيقي وبحاجة إلى اختيار شخصيات صادقة مخلصة يعني مع الشرعية ومع التوجه القادم لبناء الدولة الحديثة كما ذكرها الأستاذ شفيق العبد، على اعتبار أنه هناك الأهداف الأخرى التي يسعى لها أو إرادة شعب الجنوب، هذه سيتم النقاش فيها فيما بعد. لكن حقيقة أكرر في هذه المسألة، هناك إخفاقات خطيرة جدا يجب مناقشتها ويجب يعني تركيز الضوء عليها فيما يخص الآن في الجبهات المهمة التي كان يفترض أن نناقش عليها، وهي جبهة نهم التي هي بحاجة إلى يعني تعزيز وبحاجة إلى عمل من حيث يعني مشاركة القبائل، قبائل النهم التي كان يفترض أن تكون هي يعني واقفة بشكل يعني واضح وبشكل قوي مع الشرعية، بحيث أن تسهل عملية النزول إلى يعني نقيل غيلان والوصول إلى بني حشيش، ثم أنه يعني البقاء على مسافة يعني مع العدو في يعني العاصمة صنعاء. وثم هنا ربما الشرعية تستطيع في المرحلة القادمة في أي تفاوض قادم أن تفرض أوراقها السياسية في حال الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة العسكرية. يعني أنا أشبهها بنفس الحصار 70 الذي حصل منذ يعني أكثر من 40 عام والتي أسقط صنعاء فيها. نحن نعلم تماما أنه لا توجد هناك حاضنة كبيرة للشرعية، أنا أقصد ليست شرعية هذه وإنما للوضع العام أو ما يسمى الجيش الوطني، لا توجد هناك حاضنة أيضا لما يقوم فيه اللواء علي محسن الأحمر وأيضا المقدشي. نلاحظ كثيرا منذ أكثر من 8 أشهر وهو لم يتحركوا ولم يعني يقدموا أي شيء للشرعية والتحالف في حسم المعارك في بعض الجبهات التي كان يفترض أن يحسموا فيها هذه الجبهات. هذا جانب. جانب الآخر والمهم حقيقة بعد إعلان وإشهار المجلس السياسي التي الخطوة التي قام بها المخلوع والحلفاء يعني الحوثيين
من ميليشيات إيران كما نسميها. أعتقد أنه هذا المجلس السياسي وخروج الناس ليلة البارحة بغض النظر بعضهم من يقول أنها مفبركة ولا الآخرين يقول أنها يعني خرجوا الناس بالأموال، لكن هذه أعطت رسالة قوية جدا للتحالف، وهناك أخطاء كبيرة جدا في استراتيجية العمل العسكري واستراتيجية العمل السياسي التي أخفقت فيها الشرعية في المرحلة السابقة. وبالتالي نعم فضل. نعم أستاذ أنيس، يعني دعني فقط أنتقل بالسؤال للأستاذ شفيع العبد. أستاذ شفيع، يعني إذا بعد كل هذه التصريحات التي لم تستطع ربما الدولة أن أو لم تكن قادرة على توحيد خطاب مكوناتها السياسية على اختلاف أهوائها، كما تفضلت هناك الكثير من المكونات، ولكن في هذه اللحظة الحاسمة التي لم تستطع فيها توحيد الخطاب، لما أيضا تصمت عند صدور مثل هذه الخطابات الداعية للانقسام يعني الانتزاع ما بين الناس بهذا الشكل؟ الإشكالية الكبرى أن منذ انطلاق عاصفة الحازلين ومحاولات الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية لاستعادة كثير من المناطق التي احتلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، صار لم تستطع إيجاد خطاب إعلامي موحد، بالتالي عدم الاستقرار في المنظومة الإعلامية الرسمية ربما له تأثير بالغ في هذا الاتجاه، لكن أيضا يفترض في المرحلة الراهنة والتي أعتقد أنها مرحلة حاسمة، حيث أن صنعاء بدأت تحاصر في كثير من الجبهات، تحديدا جبهة نهم، المستعمرات المتواجدة في جبهة تعز، أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى خطاب متوازن، خطاب متوحد، بحيث نعزز من معنويات الناس في الداخل، الناس على الأرض الذين يقاتلون أو الناس الصامدون في مناطقهم لم يقاتلوها. فعندما يشعر المواطن البسيط المواطن العادي بأن هناك تناقضات ظاهرة للعيان في جسد الشرعية يصاب بخيبة أمل. الآن المرحلة الراهنة ليس لدينا إلا مشروعين لا ثالث لهما، إما مشروع المقاومة أو مشروع الذهاب إلى ميليشيات الحوثي. مشروع المقاومة أيضا ممثل رسميا بالشرعية، فعلى الشرعية أن تحافظ على معنويات الناس حتى لا نجد أنفسنا خارج سياق المشاريع الوطنية في مرحلة قادمة. أن تتبعثر القوى السياسية والاجتماعية اليمنية باتجاه مشاريع شتى قبل أن نصل إلى الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة. تقع على عاتق الشرعية في هذه المرحلة تحديدا الحكومة اليمنية إيجاد خطاب إعلامي رسمي، خطاب رسمي يستطيع أن يتعامل مع مجمل القضايا. من لديه مشاريع خاصة داخل جسد الشرعية عليه أن يتعاطى معها في إطارها الداخلي، لا يظهرها للعيان بصفة رسمية، لأن هذا يؤثر سلبا ويظهر الشرعية بأنها مفككة الأوصال، تحمل أكثر من مشروع بداخلها، تحمل أكثر من مشروع في أحشائها، وبالتالي تعطي انطباعات سيئة للناس في الداخل، ما يعطي الانطباع الأولي بأن هذه الشرعية ربما لا تمثلنا. هكذا الناس يتعاطوا معها في نهاية الأمر إذا استمرت مثل هذه الخطابات المتناقضة. أيضا وجهة نظري الشخصية أن لابد من توحيد الخطاب الإعلامي، وتكون هناك بوابة واحدة أو قناة واحدة للخطاب الرسمي أو التصريحات الرسمية التي تتعاطى معها الشرعية. لكن في مختلف الاوضاع هذه، كلما نزل وفد الى محافظه معينه او التقى بوسيله اعلاميه معينه او التقى بتيار سياسي معين، يعطي التيار على هواه، لا يحاول ان يقول هذا خطا وهذا صح، نحن في هذه المرحله يجب ان نفعل كذا ولا نفعل كذا، يجب ان نقول هكذا ونؤجل القضايا الاخرى. لكن اشكاليه انك تعطي كل طرف على ما ينبغي، على ما يجد داخل نفسه، فبالتالي سنجد حاله من التناقضات كما هي ظاهره الان في اكثر من تصريح، بالتالي لم يوجد أي حالة من النفي الرسمي لمثل هذه التصريحات أو من أصحابها، على اعتبار أنها تنفع السوق، قيل كذا وقيل كذا. لكن الأكثر شديد أن حالة الصمت هذه تضع هذه التصريحات وأصحابها في دائرة علامات الاستفهام والتعجب. نعم، وصلت الفكرة أستاذ شفيع العبد، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ أنيس، اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أنيس المفلحي. أستاذ أنيس، تحدث الأستاذ شفيع قبل الفاصل عن أهمية أن تحدد الدولة ويقع على عاتقها إيجاد خطاب إعلامي موحد يكون هو بوابة للخطاب الرسمي، يجب ألا يتحدث أحد بأحاديث أو كل طرف على هواه حتى لا تزيد الانقسامات بين الناس، ما رأيك؟ حقيقة ما طرحه الأخ شفيع العبد وكأن الحرب مرتكزة على خطابات سياسية، وهذا أمر ليس صحيح، وأنا لست معه في هذا الاتجاه على الإطلاق كونه رجل إعلامي، ونفهم هذا الكلام وطرحه وتوحيد الخطاب يعني ربما يكون أحيانا مطلوب في مرحلة من المراحل، لكن في كل الأحوال يجب أن نعترف أنه هناك موجود أو لدينا قضية جوهرية في هذه المسألة، وهي القضية الجنوبية، وبالتالي هناك من يسعى من الجنوبيين أن يظهر القضية الجنوبية في ظل التعتيم الذي يعمل فيه بعض الأطراف التي لا تحب حتى السماع إلى أنه القضية الجنوبية ومطالب شعب الجنوب. لكن أستاذ أنيس اسمح لي بالمقاطعة عند هذه النقطة، يعني أنت يعني وجدت أن الخطاب الإعلامي، أننا نركز على أن الخطاب الإعلامي ليس مهم، ألا تجد أيضا أن الطرف الآخر يستخدم هذا الخطاب الإعلامي بقوة، يستطيع إيصال رسالته إلى الآخر بقوة؟ بالنسبة لموضوع القضية الجنوبية، ألا ترى أيضا أنه يمكن أن نوحد خطابنا الآن حتى نتخلص من العدو الأول ولا نصل عننا عداءات حتى نستعيد الدولة، ومن ثم نستطيع التحدث عن أي يعني أفكار أخرى أو أي عن يعني مشاريع أخرى؟ ربما أجاريك في الكلام من نوعا ما على اعتبار أنه توحيد الخطاب في المرحلة هذه مطلوب، لكن حقيقة متى يكون الخطاب الإعلامي موحد وبالذات في هذه المرحلة؟ متى ما كانت الجبهات كلها قد حققت الانتصارات، فمثلا فلنعود مقارنة ما يدور في الجنوب وما حققته المقاومة الجنوبية والجيش الوطني والشرعية في كثير من المحافظات الجنوبية، وربما فيها نوع من الاستقلالية الكاملة أو التحرير الكامل من قبل الميليشيات الحوثية، على الرغم من الخلايا النامية التي تعمل لصالح الانقلابيين ولصالح العفاش الذي عمل على يعني تربية هذه الخلايا النائمة لمدى 25 عام لمثل هذه اللحظات. يعني هذا جانب. الجانب الآخر، دعينا نذهب إلى الجبهات التي يعني التحالف وحاصفة العزم قدمت الكثير والكثير في دعمها. أنا أعتقد أنه إذا سمعتم إلى المقابلة الأخيرة للعقيد إبراهيم المرعي فيما يخص في الإخفاقات التي حصلت في تعز، هذه إخفاقات خطيرة جدا، وكان ينبغي على الأخوان في تعز أن يشكلوا ويحدوا الجبهة الداخلية ثم يواجهوا المشروع التمدد الإيراني أو كما يقال التمدد الحوثي عفاشي في هذه المنطقة، إلا أنه للأسف الشديد لم تكون هناك يعني آذان صاغية، بل بالعكس ربما تكون هناك كثير من القوى السياسية غير راضية على نعم حتى لا نشعب الحديث أستاذ أنيس بالنسبة أنا أتكلم عن الخطاب السياسي حتى، لأنه هي المسألة ما هيش مسألة إعلامية وكيف يكون الخطاب السياسي وكيف نهذب أو نتكلم في خطاب سياسي موحد. نحن في مرحلة ديمقراطية وبالتالي يجب أن نتعود على هذا. المشكلة ليست فقط مشكلة الخطاب الإعلامي الغير موحد أو غير الموحد أستاذ أنيس، ولكن هناك تصرفات أيضا تدعو الناس إلى يعني هل أنتم مع الشرعية أم لا، يجب أن نعمل سويا تحت مظلة الشرعية. الحديث عن مقاومة تعز وما تفضلت به بتكرار حديث المرعي لا يعد حجة في هذه النقطة، يعني ما حدث في تعز الجميع يعلم، ربما أيضا هناك يعني عتب كبير على الإخوة في الجنوب بعدم مساندة إخوتهم في تعز، لا بفتح المجال للجرحى، وجميعنا شاهدنا الورقة الأخيرة التي تم الاتفاق فيها مع محافظ تعز مع مدير أمن عدن بالسماح لكذا جريح ووضع عددهم وعدد مرافقينهم، وكأننا نتحدث أو نخاطب دولة أخرى. اسمح لي فقط أستاذ أنيس أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ نجيب. يا مساء الخير والعافية. أستاذ نجيب، بداية ماذا عن المسؤولية الجمهورية لدعاة الانقسام بالنسبة للذين أدوا اليمين الدستورية ويعملون ضدها بمثل هذه التصريحات؟ اولا انا اعتقد انه هذه المعركه يعني بطبيعتها وباهدافها وبشموليتها تحتاج اليوم ان يكون الجميع صف واحد باتجاه تحديد الاهداف الكليه للمعركه، وهي ليست معركه اليمنيين فقط، هي معركه ايضا العرب ومحكومه باستراتيجيه
يعني حددتها يعني البيانات الداعمة للشرعية والوثائق المختلفة وكلها تؤكد على وحدة وسيادة اليمن، وبالتالي الشرعية اليوم هي تدير المعركة باسم اليمنيين كلهم، باسم الجمهورية اليمنية. والأصوات أنا أعتقد أن أي صوت يعني من حقه أن يطالب بالانفصال، الشرط الوحيد أن لا يكون جزء من تركيبة الدولة، لأن تركيبة الدولة اليوم وفق المؤسسات التي تتشكل سواء جنوبا أو شمالا في المناطق المحررة كلها مرتبطة بالحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي الممثل، يعني هي الحكومة التي تمثل كل اليمنيين بلا استثناء. أنا أعتقد أنه بعض التصريحات أحيانا اللي تصرح من بعض المسؤولين الذي من تم تعيينهم من الحكومة الشرعية أحيانا، أما أنه تكون يعني مفبركة أو غير واضحة. لو كانت مفبركة أنه صدر نفيها أستاذ نجيب، يعني حتى الآن لم نستمع إلى أي نفي، بما يعني نشرته صحيفة الأمناء. حاولنا التواصل مرارا اليوم أكثر من يعني 10 مرات، محاولة اتصال بالسيد وزير الداخلية لا إجابة، حاولنا التواصل مع وزير الإعلام، هناك اعتذارات كثيرة، لم نستطع التواصل لأي أحد حتى ينفي للناس هل حدث ذلك أم لا، أو يوضح للناس. نعم تفضل. لا يبدو يعني بالنسبة لوزير الداخلية على الأقل، أنا تواصلت مع بعض الزملاء وقالوا بشكل واضح أن يعني هذه التصريحات مفبركة ولم يصرح لهذه الصحيفة، لأنه وزير الخارجية أعتقد أنه يعني سياسي حاذق وذكي، وما يمكن أبدا. أنا من أول ما قرأت التصريح لم أقتنع أنه وزير الداخلية وهو صاحب تجربة أن يقول مثل هذا الكلام، يعني ربما تصدر أحيانا من بعض المسؤولين يعني اللي مارسوا أنشطة مكثفة داخل الحراك وما زالوا متأثرين بسبب الكتل الجماهيرية يعني الموجودة في الجنوب التي ارتبطوا بها في الفترات الماضية، لكنهم يعني قناعاتهم الفعلية أنا أعتقد أنهم مقتنعين بشكل كامل أنهم يعملوا الآن من أجل معركة كبيرة، هذه المعركة ليست فقط في عدن بل هي في تعز وفي إب وفي صعدة وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء. وبالتالي يعني أحيانا هناك تصريحات كثيرة تتداول أحيانا لا ندري مدى صحتها، لكن كما ذكرت أنه لا يوجد نفي لهذه التصريحات، وهناك استغلال للأمانة من بعض الصحف في مسألة يعني أخذ تصريحات ما يعني ثم يعني ينسبوها للمسؤولين. المسؤولين يواجهوا إشكالية في الجنوب، ما لو نفى في ظل يعني وجود يعني رأي عام يعني لديه تحيزاته فيما يخص مسألة الوحدة، أحيانا يحس يعني لديهم شعور أنه ممكن يفقدوا جزء من جماهيريتهم، لكن المعركة تقتضي أن يكونوا قادرين على المواجهة وملتزمين بالدستور وبالوظيفة العامة. نعم يعني بالنسبة لهذه التصريحات من المفترض أن ينفوا، لأن النفي هذا يؤكد أن التصريحات صحيحة. نعم وهذا يعني ما كنا نود سماعه، أن يتم النفي، لأننا بطبيعة الحال لا نود يعني أن نثبت أن هذا الكلام جاء من قبلهم، نحن نأمل ونتمنى أن يكون عكس ذلك، يعني في نهاية الأمر ما الذي نريده إلا أن تكون كل عناصر الدولة تعمل لأجل استعادة الدولة ولتحقيق مخرجات الحوار الوطني وأيضا دحر الانقلابيين. برأيك أستاذ نجيب، الأمزجة المختلفة داخل العاصمة المؤقتة إلى ماذا تشير برأيك؟ أعتقد أنه كان من المفترض يعني اليوم الحاضن الأقوى والذي يعني يقوي من مسألة استعادة الدولة هو أن تتحول عدن إلى حاضن يعني للشرعية. قوة عدن ويعني هي مرتبطة بعيد، مرتبطة بتعز، مرتبطة بصنعاء، وكانوا سياسي الاستقلال شعاراتهم كلهم ارتبطت بفكرة الوحدة، لأنه حتى قوة الجنوب وقوة الأقاليم في المرحلة القادمة ترتبط بشكل عضوي بالجغرافيا الشمالية، وبالتالي الأصوات التي تحاول أن تعزل الجنوب حتى وهي تدافع عن الجنوب لا تدرك الارتباطات الجغرافية
ولا تترك يعني مصالح الجنوب بأفق استراتيجي بعيد المدى. هناك حالة غضب، هذه الغضب نحن نتفهمها كثيرا، وهناك مظالم في الجنوب يعني حصلت، هذه المظالم لابد أن يتم معالجتها كلها، لكن هذه المظالم قد تتحول إلى إشكالية داخل الجنوب نفسه، إن لم يتمكن الجنوب من الدفاع يعني من حماية نفسه والدفاع عن مصالحها وتجاوز هذه المظالم من خلال التواصل في الجنوب. ليس فقط أنا لا أتحدث عن الجانب الرسمي بل عن الجانب الشعبي، نحن كتلة وطنية متماسكة تاريخيا يعني، وكل القراءات اللي قدموها سياسي الجنوب عبر تاريخهم كانت تقرأ بطريقة صحيحة مصالح الجنوب وهو الاتجاه بالشمال، الاتجاه شمالا. وبالتالي أنا أعتقد أنه في حالة خلل في فهم يعني مصالح الجنوب اليوم. الشيء الأهم أنه اليوم المعركة هي لم تعد يمنية، وأصبحت فكرة يعني بناء الدولة اليمنية الاتحادية يبدو لأنها أيضا أصبحت خيار دولي وإقليمي، وهنا قوة جنوبية كثيرة يعني مؤيدة لهذه الفكرة، وأيضا القيادات الرسمية المهيمنة على القرار مثل فخامة الرئيس هادي، الدكتور بندار، لديهم مشروع واضح وتصريحاتهم واضحة فيما يخص مسألة اليمن الاتحادي. نعم. بعض المسؤولين يعني اللي تم تعيينهم وهم يعني قادمين من يعني من الحرار بشكل أو بآخر، أنا أعتقد أنهم أيضا يتفهموا كثيرا هذه المرحلة، لكن أحيانا تحصل بعض الأمور ربما والارتباكات في يعني نتيجة النزاعات اللي تشكلت في المرحلة الماضية. نعم. لكن الوقت كفيل بتجاوز يعني مثل هذه يعني مثل هذه التصريحات التي هي يبدو انها تحريض ضد الشرعية. إذن نعم شكرا لك. نعم أستاذ نجيب، شكرا جزيلا لك. نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ أنيس. أستاذ أنيس، يعني تحدث الأستاذ نجيب عن مجمل من القضايا يعني ربما أبرزها أن هناك لابد أن يكون تكامل بين عدن كمحيط سياسي وكافة مناطق الشرعية، نحن جميعا كتلة وطنية واحدة يجب أن نتصرف وفق هذه النقطة، بناء الدولة الاتحادية ربما أصبح الآن يعني خيار دولي يجب أن يطبق، كيف تعلق؟ حقيقة دعيني أعود إلى تعليق للكلام الذي ذكره الأخ نجيب الغلابي. أنا أعتقد أنه كل ما طرحوه بنفس الطريقة التي كان يطرحها المخلوع علي عبد الله صالح، وهم لا يريدون أن يعترفوا بوجود القضية الجنوبية، هذا من جانب. جانب آخر المسألة التي ذكرتها وهي مسألة مهمة جدا بخصوص التعاون بين الجنوبيين وبين الأخوان في تعز، أنا أعتقد أنه فتحت أبواب الجنوب إلى الأخوان في من تعز، وكان كثير من القيادات وبما فيهم الأخ حمود المخلافي الذي زار عدن وكان له استقبال كبير جدا، ثم أنه يعني كانت الأبواب مفتوحة للأخوان في تعز سواء من الجرحى أو من الذين يطلبون المساعدات العينية الطبية وغيرها. ونذكر زيارة الأخ عادل اليافعي الذي قام بزيارة يعني هناك بدعم يعني المستشفيات ويعني الأمور المطلوبة حسب الإمكانيات التي كانت متاحة. هذا جانب. الجانب الآخر نلاحظ أنه السيناريو يتكرر دائما فيما يخص القضية الجنوبية، وكأنه أنتم تغردون في كوكب آخر وليس في يعني تعلقون الأمور أو تعطون الأمور معطياتها أو مسمياتها. نحن لكن في اسمح لي أستاذ أنيس، يعني لم يتحدث الأستاذ نجيب بما ذكرت، يعني هو تحدث يعني قال أن أنا تحدث بنفس عقلية المخلوع علي عبد الله صالح، وكان يقول هناك مطالب وهناك حقوق، وبالتالي كل ما يدور حتى الخطاب الإعلامي الذي يعني لا تودون أن نذكر أن هناك مظالم وحقوق يعكس هذه الأمور كلها تعكس مدى فشل الطرف الآخر في المحافظات الشمالية وفي الجبهات المشتعلة هناك التي لم تستطع إلى الآن حسم المعارك هناك، وبالتالي عادت المسألة إلى المحافظات الجنوبية ومحاربة الجنوب بالنسبة ما الأمر ليس كذلك أستاذ أنيس، اسمح لي يعني أنت توجه اتهامات ليست موجودة وتتحدث بأشياء ربما يعني
تتابعها الجميع، يعني أنت تتحدث أن الإخوة في الجنوب فتحوا الجنوب لأبناء تعز، ونحن وجدنا كم هجروا أبناء من يحمل بطاقة من الشمال، يعني تم التهجير بالبطاقة وتم عدم، يعني ليس أنا لم أود أن نطرح هذا الموضوع بتاتا ولم يكن موضوعنا أستاذ أنيس، فلا تجرني إلى مربع يعني هذا تماما، وأنت تكلمتي فيه أنه يعني أصحاب تعز عانوا من المحافظات الجنوبية، هذا كلام وهذا ما حدث، يعني الجنوب كانت مفتوحة للإخوان في الجنوب، هذا يعني ما نأمله، هذا ما نأمله من إخواننا في حمود المخلافي، هذا في جنوب البلاد، يعني المحافظات أو محافظة تعز في كثير من الجبهات. والجانب الأهم لا تنسي أنه الهجوم على الجنوب كان عبر تعز، ولم نشاهد إخواننا في تعز حتى من جانب أخلاقي إيقاف هذا الزحف إلى الجنوب، ولم نرى أيضا الوقوف الجاري. أستاذ أنيس أنت تود أن تعيدني إلى بداية الحرب، يعني برأيك ما الذي جعل تعز تعاني ما عانت؟ أليس الوقوف أمام تمدد الحوثي؟ لا تدعنا نعود بالحديث إلى البدايات وكيف يعني الأمور قد تمت والحمد لله قد خرجتم من الحوثيين، ولكن ما زال هناك الكثير. حاولنا نتجاوز، وأنا ذكرت مرار وتكرار إن الخطاب للشرعية يجب أن يكون موحد أقل ما دون المستوى المطلوب للمرحلة هذه، وبالتالي علينا أن نوحد أو على الحكومة الشرعية أن توحد أقل ما دون الخطاب الذي نعم. وهذا ما نود الحديث عنه هو توحيد الخطاب، نعم، الذين يطالبون بحقهم المشروع. نعم تفضل. هذه هي الفكرة أو لب الحلقة ربما أستاذ أنيس، أن توحد الشرعية خطابها وأن يتم الحديث تحت مظلة واحدة، وأن نحارب حاليا يعني العدو الأول ولا داعي لفتح جبهات أخرى. شكرا جزيلا لك أنيس المفلحي، نعم، رئيس الدائرة السياسية الجالية الجنوبية بالولايات المتحدة، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.